ما حكم تزيين اليد بالحنة بحيث يكون على شكل وردة أو غير ذلك، أو أن تحني المرأة نصف كفها فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، استعمال الحنة للنساء والخضاب جائز للنساء لحاجتهن إلى ذلك، ولكن تعمل ما جرت العادة بعمله في نساء البلد المعتاد، وأيضا لا تظهر هذا الخضاب للرجال الذين يفتتنون به، وإنما تغطي يديها عند الخروج أو عند حضورها مكانا فيه رجال، فإنها تحتجب وتستر نفسها وكفيها ابتعادا عن الفتنة. نعم.